هذه الدورة التكوينية تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لممارسي الصحافة أو الإعلام الأمازيغي بالإذاعة الوطنية. أولا هو ترقية للأداء الإعلامي الإذاعي باللغة الأمازيغية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو تسمح هذه الدورة التكوينية بتحقيق التقارب بين الألسن الأمازيغية، وأيضا التعارف بين الزميلات والزملاء الصحفيين من مختلف ولايات الوطن. إلى جانب ذلك أيضا الإذاعة كما نعلم تساهم في ترقية وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغية، وبالتالي ففيه يعني نقطتين إيجابيتين. الأولى تتعلق بالصحفي بحد ذاته، حيث هو يطور مهاراته وقدراته في الأداء الإعلامي الإذاعي من جهة، وأيضا تساهم الرسالة الإعلامية الإذاعية في ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية. التنوع في المفردات وفي الألسن هو ثراء للغة الأمازيغية، وإنما يعني استعمال اللغة الأمازيغية المسعى الآن هو العمل على توحيد المفردات والمصطلحات فقط، لأن الألسن الأمازيغية أو المتغيرات لديها أرضية مشتركة، نحاول أن نبحث عن تلك المفردات وتلك الكلمات التي هي مشتركة بين جميع المتغيرات لاستعمالها في الإذاعة الوطنية، يعني لغة إعلامية مفهومة للجميع من خلال أثير الإذاعة.